بدي رحب بخزامة الزير من مرسين. ويا صباح الخير يا خزامة. صباح الخير. صباح الخيرات يا هلا. يعني اسمك كتير حلو بصراحة. وتاني شي طمنيني، الجيران اشتكوا عليك ولا لسه؟ لا في خبط اشتكوا. كتير لا الصراحة جيراني ما في منه لحد الآن ما اشتكوا، وأنا متفاهمة معهم الحمد لله. كتير حلو، حلو هذا التفاهم، حلو أنه يكونوا داعمين أيضا. نحكي شوي عن فن الرسم بالمسامير أو الفيلوغرافيا. لا بشكل عام هو فن، يعني المواد الأولية تبعيته بسيطة كتير، قطعة خشب عادة بنلبسها مخمل، مطرقة، بسامير، وبنسة صغيرة مشان تصلح الأغلاط اللي فيها. بعمل أنا بحط الرسمة اللي بدي إياها فوق الخشب، بتبدأ عملية دق البسامير، هي العملية الأصعب أنا برأيي، كونه لازم تكون على خط معين ماشيين، عندي ارتفاع معين. هلا في مثل هيك مكنة صغيرة اسمها أدابتر، هي ممكن تساعدني، بس هذا لا غنى عن إتقان الشخص اللي يعني لازم أنا أعتمد عليه بشكل شخصي. صحيح. بعد ما بدق البسامير بنزع الورقة اللي أنا اشتغلت عليها، فبتطلع عندي الرسمة مدقوقة كاملة فوق قطعة الخشب. فهون بقى ببدأ أنا بدي أعبيها بالخيطان. تعباية الخيطان، الخيط هو عبارة أصلاً خيط نحاس، تطور مع الزمن صار عندي خيط نحاس ملون كل الألوان فيني لاقيها. عندي تقريباً على الأقل 3 طبقات بشتغلها قبل الطبقة الأخيرة اللي هي تظهر للوحة الرسمة الحقيقية. تمام. فعندي مثل ما نسميها احنا بطانة، يعني عندي تحت 3 تكتلات أنا بشتغل عليها قبل ما تظهر لوحة بشكل النهائي. بس كأني أكثر شيء بتستخدمي اللون الذهبي أو النحاسي بلوحاتك. هلأ هنين البسامير عندي 4 ألوان فقط، ما عندي غيرهم. عندي بسامير فضة، بسامير نحاسي، وبسامير أسود. بس يعني بشكل عام بتحس إن البسامير الذهبي بتلبق لأغلب ديكورات البيت الحين، يعني تكون واضحة أكثر. إيه فور. فبتحس انه اللون الذهبي او اللون الفضه هن يعني الاكثر شيء ممكن يساعدونا، يعني اذا بدي اضطر تكون اللوحه للمبيع فهي الاكثر طلبا لهذا الفضل. افضل. صحيح. طيب انت ايضا يعني بنفس هي النقطه اذا عم نحكي على المبيع، ادخلتي ايضا الخط العربي، قديش هالشيء ساعدك ووصلك لجمهور اكثر، خاصه انه الاتراك مثلا بيجذبهم الخط العربي، حرف واو مثلا كثير بنلاقي لوحات او حتى شيء بالذهب بيلبسوا هذا الحرف. واو مع الالف. صحيح. فعندهم اياها، يعني هي بترمز لجلال الدين الرومي. ها بيسالك من يعني عم يسالنا من السؤال وايهم تحت الهواء انه بدي اشوف حدا تركي واساله انه قد ايه بتحبوا حرف الواو، شو السبب؟ تماما. يعني بالضبط هن قصتها مع جلال الدين الرومي، انا لسه ما وصلت للقصه الحقيقيه، بس هن رابطينها مع جلال الدين الرومي، مع القبطان اللي كان يلبسه او القباطين كان يلبسهم جلال الدين الرومي. فانا استغليت الفرصه، يعني او استغليت المكان اللي انا قاعده فيه، فخليت انه تطلع الفيلوغرافيا من اللوحات العاديه او من الاشكال العاديه ليكون فيها اولا حرف اللغه العربيه كامله، اثنين حرف الواو. كثير حلو. يعني انت تعرفتي على هذا الفن العثماني بتركيا قبل بسوريا ايضا، اكيد كان لك اعمال، هل كنت ترسمي شيء معين، هل بطريقه مغايره لليوم؟ صراحه بسوريا كنت برسم على الحرير، كنت برسم رسم عادي، بس لما جيت على تركيا لهون يعني بالصدفه التقيت ب يعني الدوره اللي سووا فيها الفيلوغرافي وشدتني. والثاني يوم بقول التحقت بالدوره، خلي تقريبا شيء سنه سنه وشهرين، والحمد لله لقيت نتائج كثير منيحه بهي القصه. ضليتي بالدوره سنه وشهرين. ايه يعني معناتها بدها وقت يعني لحتى الواحد يقدر يتعلم هذا النوع من الفنون. يعني قبل 3 شهور ما فيك تختم غير تكنيك واحد فقط، في صار يعني على عندك 4 أو 5 تكنيكات باللوحه. شو هن هدول التكنيكات؟ يعني مثلا اول ما بدق البسامير انا اول طبقه من الخيطان اللي بنسميها احنا هون الاستيكيز، يعني الثمانيه، يعني بدي لف الخيطان بطريقه الثمانات. بنهي اللوحه كلها بطريقه الثمانيه، برجع بدي اطلع فوقها بطريقه اليو اللي هي مثل حرف اليو بالانجليزي، فبدي ارجع اعبي البسامير كلها بحرف اليو. بعد ما انهيها فبدها تجيني الطبقه الاخيره، هون بقى عندي تكنيك التيت اللي هي يعني بنمشي بالخيط على حز البسامير. او عندي تكنيك الشمس، او عندي تكنيك الدائره. فممكن بلوحه واحده يطلع معي انا اكثر من 3 تكنيكات خارجيه،
غير التكنيكات الداخلية اللي أصلا كانت تصاني تحت ده شغل كتير اللوحة إذا يعني شكله صعب يعني شكله صعب وأكيد يعني أنت لما عملتي أول لوحة يمكن يعني حسيتي حالك إنه ممكن أنجزتي أنجزتي لأنه أكيد هي شيء مو سهل. كيف الناس تفاعلت مع أول لوحة لك شو كانت؟ لا صراحة أول مرة كان عندي يعني مشاركة مع إيفنت هون صبية اسمها نسرين، فهي قدمتني للجمهور وكثير لقى يعني إقبال كثير كبير. المعرض اللي بعده كان مع الجالية التركية مع المعلمة اللي أنا تعلمت مع يعني بوجه لها تحية من خلالكم، هي اسمها أسومان. فقدمتني بمول كبير بمرسين، فكمان لقيت يعني كانت الجاليات كلها عربية سورية حتى في أجانب سياح. المعرض اللي بعده كمان كان في معرض مرسين، المعرض الأربعة كان معرض رواد مرسين. نقل النوعية اللي أنا بعتبرها هي اللي كانت معنون للفنون، اللي هي كانت تجمع خطاطين عرب من كافة الدول العربية، هي كان في من إيران، صحيح. كان في من تونس، في من مصر، حتى الخطاطين السوريين الكبار حصل لي الشرف إنه أنا اشتغلت معهم، وكان يعني هيك لوحاتي المتواضعة بين لوحاتهم الكبيرة كثير. فعلا نحن على الخط العربي في قصة الفيلوغرافيا 100% 100% ذكية بهي القصة يعني. نقلنا موضوع معرض نون والفنانين المشاركين في وقتها، بس نور سألتك إنه أول لوحة رسمتيها شو كانت؟ أنت ذكرتي لنا المعارض، أكيد أول عمل يمكن بيكون له هيك معزة خاصة مثل أول بيت، أول طبعا مكان بزوره. أول وليد للشيء اللي تعلمته العلاقة بالخط العربي نهائيا. هون الأتراك عندهم شيء بسموه طارد الأحلام السيئة بالليل يعني كمول، فكنت أنا مشتغلتها هي هاي اللوحة، وصراحة حطها بغرفة ابني ما حطيتيها حطيتيها ما بتبيعيها؟ لا صراحة لا حلو هذا الشيء أول بلد يكون مدلل كثير صحيح حلو. صحيح. طيب يعني انا بصراحه لمست ذكائك لانه يعني حاولتي تفوتي بالشيء من الخط العربي اللي هو فعلا تفرد وبيجذب العرب والاتراك، وايضا شفت ذكائك من خلال انه انت شفتي انه ما في مواد اوليه اللي بيشتغلوا بنفس هي الحرفه، فحابه انه انت تستورديها وانت توزعيها بمرسين. قد ايه مهم انه الانسان عن جد يتصرف بذكاء ويكون مخه تجاري وفعلا يعني يمكن يخفف الضغط على غيره. طبعا طبعا. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، المشكله الاساسيه انه اي طلبيه انا بدي اشتغلها على الاقل بدي فيها اسبوع شغل لإلي، اذا كانت لوحه يعني مثلا خط عربي، اما اذا كانت لوحه صغيره كثير ممكن 3 ايام. بس انا يكون عندك طلبيه بدهم اياها خلال 3 4 ايام، فانا هون مضطره انتظر لتجيني المواد الاوليه من بورصه، انا حصرا جيبها من بورصه، يعني هي المنشا او كيف بقولوا مسقط راس الفيلوغرافيا المواد الاوليه تبعيتها. فلذلك عم فكر انا يعني دخلت اكثر من مشروع برياده الاعمال مشان اكسب كيف بقولوا اتدرب كيف بدي ادخل على سوق العمل، مشان افتح لحالي مثل ما بقولوا متجر او محل صغير انا اكون يعني المواد الاوليه هي موجوده عندي، مشان لما يكون عندي شغل او طلبيه ما اضيع هالثلاث ايام او الاربع ايام الوقت صح انا اصلا لبين ما توصل البضاعه الشغل تبعي. حلو، كل التوفيق لك خزامة. ختاما على شو عم تشتغلي هلا؟ على اي لوحات؟ واذا في جنبك شي لوحه هيك فرجينا اياها. هلا صراحة تركتها مفاجأة، بس هي عبارة عن الخط العربي، الخط الديواني بدي ادخل عليه عملية الريزن. انا ما بس بشتغل الفيلوغرافيا، بشتغل ريزن، بشتغل ديكوباج، فحاولت بهي القطعة ادخل فيها فن الريزن مع فن الفيلوغرافيا. اكثر نوع من الفنون. وعندي معرض اجزاء فراد بالنص الاول من تشرين مع الجالية المغربية. فانا تاركتهم لهذا المعرض صراحة. تستخدمي السوشيال ميديا ما خزامة لتنشري اعمالك حتى تسوقي لاعمالك؟ طبعا عندي سوشيال ميديا، وحاليا في من فتره 4 5 ايام تواصلت معي شركه ام ان للدعايه والاعلان السوشيال ميديا لتعمل لي هويه بصريه وتروج منتجاتي. انا عن طريقهم بتشكر كثير لام ان. بالتوفيق خزامة زير رسامة، كنت معنا من مرسين التركية، نهارك سعيد. بالتوفيق لك خزامة. تسلم، شكرا كثير.